خلينا على اسماء دلوقتي واشوف ردة فعلها ايه ان انا انتقبت وكده. يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اسماء؟ عامله ايه؟ ازيك يا ايه؟ عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله انا بخير. كنت عامله لك مفاجاه، مش عارفه انت تفرحي ولا لا. اقول خير ان شاء الله. خير. انا لبست نقاب. ايه؟ لبست نقاب. لبست نقاب؟ اه. طب ليه؟ عادي يعني. عشان ايه انا حباه. ايه الخبر الغريب ده اللي جعله فجاه كده؟ بس انا كنت فاكراك انك هتفرحيني. يعني هو انا اتفاجئت بصراحه، يعني انا ما زعلتش بس انا برضو اتفاجئت. يعني طب ما انت كنت محجبه يا بنت وبتلبسي خمار وكده وكان شكلك جميل برضو. بس النقاب برضو هيحليني اكتر. تمام. هيحليك ازاي اصلا؟ محدش هيشوفك. تمام. هيحليك ازاي اصلا؟ محدش هيشوفك. يعني وانت اصلا هتبقي عباره عن عيون كده هي اللي باينه. ماشي، بس ربنا شايفني احلى برضو. اكيد. تمام. بس يعني هو اصلا النقاب اصلا مش فرض. يعني هو مش فرض بس هو بيحوش معاصي كتير، فاحنا مقصرين في حق ربنا وكده، فاحنا بنحاول يعني ان احنا نجهد نفسنا على قد ما نقدر والنقاب ده هيساعدنا. فانا قلت طب ان انا اقول طب ما كده انا هقول لك على حاجه من وجهه نظري كده. طيب ما حدش هيشوفك، ما حدش هيعرفك. تمام. حتى ممكن جرايبك نفسهم يشوفوك في الشارع ما يعرفوكيش اصلا. تمام. انا هرد عليكي رد، مش انا اللي هرد، القران اللي هيتكلم. اتفضلي. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نعم بالله، صدق الله العظيم. ما شاء الله. الآية القرآنية أثرت فيها جدا. يعني ربنا يحفظك يا رب. وانا يعني بصراحه اثر فيها كلامك واقتنعت، فانا ان شاء الله هحاول افكر في الفكره دي واحاول اقنع بابا وماما ان انا انتقب باذن الله. والله بجد فرحتيني. والله يعني كلامك بجد حقيقي، كلامك اثر فيها خالص وكلامك فعلا صح. كوني كورد واختفي يا درة خلف النقاب، لا تظهري جسدا لهم، كوني محصنة الثياب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي الغاليين، معاكم صالح الازهري من برنامج مسلم في الشارع. النهاردة كان معانا حلقة مميزة جدا جدا جدا، معانا الفتاة المنتقبة المحتشمة آية الشاذلي، ما شاء الله عليها، يعني الله اكبر. يعني آية ختم القرآن الكريم ومنشدة وقارئة وبتقدم نصايح للبنات انهم يلبسوا نقاب وانهم يلبسوا حجاب. يعني بجد يعني حلقة جميلة جدا، فياريت كل الناس اللي بتشوف الحلقة دي انها تدعم آية وتوصل الفيديو ده 30,000 لايك وتصلوا على النبي في الكومنتات. شكرا جدا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي الغاليين، احنا معاكم برنامج مسلم في الشارع. نزلنا دلوقتي نسأل ناس في الشارع. لو سمحت استاذة بس لحظة، هنسأل حضرتك بس سؤال كده في برنامج مسلم في الشارع. ممكن تقرب شوية عشان تكذب وان شاء الله لو جاوبت عليه تكسب معانا جائزة بسيطة. تعرف باسمك الأول. آية أيمن الشاذلي. آية أيمن الشاذلي، الله أكبر، ما شاء الله عليك آية، يعني ما شاء الله على الزي النقاب وربنا يبارك لك يا رب ويحفظك. اللهم بارك. الله يحفظك يا رب. طيب السؤال الأول، مستحملة حرارة الشمس والضغط؟ يعني الجو، أنا يعني ممكن ببقى لابس تيشيرت صغير كده وببقى ميت من الحر. أنت إزاي مستحملة النقاب ولفة الطرحة والخمار والموضوع ده كله؟ يعني أنت ممكن تكون شايف إن النقاب ده يعني حاجة هتعقنا عن اي طرق يعني، بس ان ربنا هدانا لحاجه زي دي الحمد لله. بس النقاب مش بيمنع اي حاجه، احنا اللي بنحط في نفسنا الفكره دي. بس النقاب مش عائق يعني، والنقاب مش بيزود حراره الشمس. هو الجو حر، مهما لبست مهما عملت هو الجو حر، النقاب ملوش اي دخل. بس طب وانت وهدوم تقيله وخمار ملفوف على الوش والالوان، ازاي مستحمله ده؟ دي حاجه انا حبيتها يعني. ممكن لو انا طلعت مثلا البلكونه من غير نقاب بحس ان في حاجه من جوه ناقصاني. نسمع كده تاني كده الحته دي.
لو نزلت لو طلعت البلكونة من غير نقاب بحس ان في حاجة ناقصاني. طيب ممكن توجه لنا حاجة يعني توجه رسالة كده عن النقاب وتشجع البنات ان هم ينتقبوا ان هم يلبسوا حجاب ويختمروا؟ ماشي. هقول حاجة مثلا لو في واحدة عاوزة تلبس نقاب او هي مختمرة وفي ناس بتصدها فانا هقول حاجة اسمعها كويس. طيب اسمعوا مع بعض يا جماعة. أسمع عفاف في الحجاب يحمي الفتاة من الكلاب. يا أختي لا تتبرجي فالنار تعلي بالعذاب. إن التقدم سترة صون الجمال من الذئاب. أنت المنارة في الدنا لا تسمعي رأي الدواب. كوني كورد واختفي يا درة خلف النقاب. لا تظهري جسدا لهم كوني محصنة الثياب. وصف النقاب بخيمة قد علقت فوق الرقاب. لا تسمعي أبدا لهم يا زهرة يا زهرة فوق السحاب. خلاص بجد يعني أقوى رسالة. أنا شايف إن دي أقوى رسالة بتقدمها للبنات وبتقدمها يعني ما شاء الله عليك بجد والله أحسن. يعني أنا مش ملتزمة بالحجاب كامل بس يعني أنا عايزة إن ربنا يهديني أكتر وإن أنا ألتزم بالحجاب أكتر يعني. طب هتعمل إيه طيب أكتر من كده؟ هتروح فين أكتر من كده؟ ربنا يوفقك يا آية وبجد أنا فخور بيك فخور بيك وبالثبات إن ربنا رزق بيه وربنا يا رب يمن على بنات المسلمين يعني اجمعين بهذا الثبات. اللهم امين يا رب. لا يكونوا احسن مني عشان انا مقصره يعني يكونوا احسن مني ان شاء الله. يا جماعه التواضع ده صف تواضع ولا ايه؟ لا مش تواضع ده حقيقه. طيب هتسمعين ايه تاني عن النقاب؟ يا اختنا في الله لا يغوي كذا الشيطان. ان الحجاب فريضه من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قول العجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب. قالوا ظلام حالكا بين الثياب. قالوا خياما علقت فوق الرقاب. نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب. رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. يا أختنا هذا عواب الحاقدين من الذئاب. النار مثوى الظالمين لهم عقاب. النار مثوى الظالمين لهم عقاب. الله أكبر الله أكبر. في بداية ما بدأت إنك تنتقبي تمام؟ في حد من الأهل من الجيران حد انتقدك الموضوع ده؟ حد قالك ليه مثلا يعني تخبي نفسك زي ما انت ما قلت كده تحت خيمة كده أو حاجة زي كده يعني؟ هما ما كانواش رافضين علشان النقاب. هما كانوا رافضين بس عشان يعني فاكرين ان النقاب يعني مثلا هيأثر على عيني وكده. بس الحمد لله يعني احنا ممكن برضو نلبس نقاب ونمثل نقاب شويه صغيرين يعني على قد ما احنا بنشوف يعني مش هيأثر علينا ولا حاجه. الله اكبر الله اكبر. بس في انتقادات برضو في ناس بتقول اخلعي النقاب. في انتقادات كتير بس احنا بنحاول ان احنا نواجهها وعادي. خذ العفو من الرفض عن الجاهلين. الله الله شفت الرد الرد يا جماعه رد من القران الكريم رد يعني قصف جبهه على طول. الله اكبر عليك. طب دلوقتي يعني في بنات بيقولوا ان الحجاب والنقاب حجاب مش خليه يعني ابسط الحاجات اللي هي الحجاب الحجاب الشرعي يعني تمام. في ناس بيقولوا ان الحجاب ده لما تلبسي حجاب فانت خلاص مش هيجيلك عرسان الكلام ده كله الموضوع ده كلها مش هتتجوزي الحاجات دي كلها. لا ما هي منتقبات اتجوزوا وبعدين الجواز ده نصيب من عند ربنا فالنقاب مش هيمنع حاجه. وبعدين لما شاب يتقدم لبنت علشان مثلا جسمها وعلشان شكلها ده مش راجل. الراجل هو اللي بيتقدم علشان الاخلاق او علشان الداخل مش عشان اللي خارج. الله الله حرفيا انت بتصدمين يعني انا ببقى عايز اسالك اسئله كتير قوي. لا اللي هو انت بتجاوب على كام سؤال في سؤال واحد. ربنا يبارك فيك. الله اكبر عليكي.